استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجيه الامريكي انطون بلينكن والوفد المرافق له حيث اوضح الرئيس السيسي ما تقوم به مصر من جهود هائله في ظروف ميدانيه صعبه في قياده عمليه تقديم وتنسيق وادخال المساعدات الانسانيه الى غزه كما استقبل الرئيس السيسي رئيس شركه داسو الفرنسيه ارييك ترابيه واكد الرئيس السيسي ترحيب مصر باستمرار التعاون مع الشركه الفرنسيه استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلانكن والوفد المرافق له وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار دكتور احمد فهمي صرح بان وزير خارجيه الولايات المتحده نقل للسيد الرئيس تحيه الرئيس جو بايدن مؤكدا استمرار الولايات المتحده في تعزيز الشراكه الاستراتيجيه بين البلدين بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنميه في المنطقه واوضح المتحدث الرسمي ان اللقاء ركز على تطورات الجهود المكثفه الراميه للتوصل الى وقف لاطلاق النار في قطاع غزه وتبادل المحتجزين وانفاذ المساعدات الاغاثيه اللازمه لانهاء المعاناه الانسانيه بالقطاع وقد أوضح السيد الرئيس ما تقوم به مصر من جهود هائلة في ظروف ميدانية صعبة في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مؤكدا أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على هذا الصعيد. كما اكد السيد الرئيس ضروره تنفيذ القرارات الدوليه والامميه المعنيه بالازمه واتخاذ خطوات جاده تجاه التسويه العادله والشامله للقضيه الفلسطينيه بما يضمن استقرارا مستداما في المنطقه ومن جانبه اكد الوزير الامريكي حرص بلاده على استمرار التنسيق والجهود المشتركه مع مصر للتوصل الى تهدئه وحمايه المنطقه من اتساع نطاق الصراع مشيدا بالجهد المصري المقدر الداعم للامن والاستقرار في المنطقه كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد اريك ترابي رئيس شركه داسو الفرنسيه والوفد المرافق له بحضور الفريق احمد خالد قائد القياده الاستراتيجيه والمشرف على التصنيع العسكري، حيث جرى تناول اطر التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الحربي والدعم الفني وبناء القدرات، وقد اكد السيد الرئيس ترحيب مصر باستمرار التعاون مع الشركه الفرنسيه في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقه في مجال الصناعات العسكريه ذات النظم التكنولوجيه المتطوره